هلا مش تبع شرقي عم نحكي طبيعي مش تبع شرقي مش مزبوط مش تبع شرقي طبعا انت بتناقشني بهالشيء مجتمع الغربي غير مجتمع شرقي اوكي مجتمع شرقي مجتمع شرقي مجتمع غربي لا لا لنعود للعربي للمجرد وغسيل العار حفل غسيل العار وغشاء النبوي هي ايه هي ايه بنت هي ما لازم تفعل هيدا الشيء ابدا معارفنا وايامنا طبيعي ما في تردد اوكي رح نتردد مع بعض موجودين اوكي هلا بدنا ننتقل للمجتمع الغربي مجتمع غربي نحن مجتمع غربي في واقع غربي تعال على المجتمع الغربي ما هو ايه مجتمع شرقي غربي لا غربي شرقي 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 يا خيي خلص بالنص لا غرب ولا شرقي بالنص بس مجتمع غربي طب هن بيعتقدوا انه المجتمع الشرقي اللي فيه جريمة شرف وعدل يا خيي انا فهمين ما جريمة شرف موجودة هون اوكي طيب مع جريمة الشرف بالمجتمع الغربي بدنا نرجع للافلام الكاثوليكية او المارونية يا وعليها شد ما بدنا تاي مربوطة وتاي مفتوحة زي ما قلنا لانه التاي مربوطة بتنسب للرجال بتعرف ما لازم تفقدوا ما لازم تفقدوا بصير تاي مفتوحة وما بدنا هن التاي اثنين تعال للمجتمع الغربي بتاريخهم اكتشفت انا معالية انا معالية بالعقلية اكتشفت انه هن كان عندهم الكاثوليك بحطوا شيء مجنزر منطقه معينه عشان ما تفقد شرفها. وقوانين جابتها الاستعمار لوين؟ وين استعمروا؟ عنا حطوا الاستعمار انه موجود بالدين. طيب لننتقل احنا مين بآمن بهالشيء؟ اذا بدنا نرجع بالدين حاخام ديانة اليهودية العالية طبعا هاليان السماوية طبعا طبعا ما عندنا شيء لا عندهم ما عندهم مملكة حسب كل الوقت ديان المسيحية الانجيل المقدس كله بنص باعتقادنا نحن بنصه على هالشيء ليه الضيعة غريبة؟ لأنه فيها مسيحية ويهود ومسلمين عشان هيك الضيعة غريبة قلت لكم حطيتها بس ما صبرتكم ليه زعلانين؟ ليه زعلانين؟ عاداتنا وتقاليدنا وايامنا وشرفنا والديانة المسيحية اللي ختمتهم بالآخر كمان لو القرآن شرف والبنت تحمي إلى آخر كملوا بعضهم بالنهاية وهن أديان سماوية وهن آمنوا فيهم بس إنه هن اكتشفوا إنه هيدا الشيء بده يمشي مظبوط والتاية مفتوحة والتاية مربوطة مش مقبولة عنا لأنه هي مغربية بس الشاب يلي بده يقتل اخته عم نرجع غرب الشرق غرب الشرق لا ما بحب غرب الشرق الوسط عم نرجع لنفس الموضوع انه بده يقتل اخته بس بالنهاية انا هي البنت اللي عم بحكيكم القصة هي اغتصبني بلش على بجامعة بيروت العربية الأكيد ومتطوع إلى آخره بثمان جمعيات راح أعلن نفر الوقت طيب أول شيء حنوقف نحن دقيقة صمت على جرائم المرتكبة عالميا والموجودة بالكرة الأرضية كلها
جرائم اللي عم تحصل بالوطن العربي بالأخص. شوي مبسط بعبارات نقول عن القنبر بلان لا بس نرجع من الكواكب الثانية اللي هن 10 كواكب مع الأرض 11 بس نرجع منهم ونطور اوكي هلا أهم شيء تكونوا منافسين شوي معي ما نتأثر كثير باللي حنشوفه فوق كثير رواق لأن نحن بس عم نلعب بمخلي جيلتنا الواعي واللاواعي لنجيبه لهون طيب نغمض كلنا عيوننا بعدك غامض ما تغير شيء نحن موجودين هلا بمركز هو الإنسان جامعة بيروت العربية طلعنا على الأرض شفنا مدينة بيروت مبينة على الكرة الأرضية نطلع على البحر الأبيض المتوسط عم نطلع أكثر شفنا لبنان كله من جنوبه لشماله عم نطلع أكثر وأكثر عم نشوف هلا فلسطين بعد فلسطين عم نشوف سوريا والأردن صرنا بعاد كثير عم نشوف بقعة موجودة على قرية صغيرة بقلبها بحيرات مي طلعنا أقدر مرقنا من حد صحر مشينا لقدام الشمس ما بدنا نقرب عليها لأنه كثير حامية وبتأذينا شفنا القمر كمان وقف ورا الشمس مخبي عم نفتل بعد عم نبرم نزلنا على كوكب المريخ كوكب المريخ ما عليه شيء كله فحل لقينا باب كتير قديم وكتير كبير وله حديد عليه غبرة عمر الزمن فتحنا هالبواب وطلعت صوت كتير مزعج بس نحنا كملنا وبالمجازف لنفوت لجوا فتحنا بواب هالقصر من دعستنا طلع صدى كتير قوي عم نطلع درجة لنكتشف شو في فوق بعدنا عم نطلع شوي بالعلم ما في حدا بالبيت طلعنا فتنا على غرفة النوم بيا كتير قديمة عليها شمع عليها أثار غبرة كتير قديمة بيّن إنه البيت ما حدا فات من وقت كتير طويل فلقينا صندوق مسدود على الأرض الأوضة كلها فاضية لقينا صندوق مسكر الأوضة كلها فاضية فتحنا هالصندوق لقينا كتاب وحكم وعادات وتقاليد لعشاير من تشرع هذا الكوكب هو كوكب المريخ لما نزلنا ركضنا بدنا نرجع على كوكب الارض نحن مضاهرين سمعنا صوت صريخ وحده كلها دم من فوق لتحت بعد فيها روح وعم تمشي بس على الارض عم تزحف لما ركضنا بسرعه نزلنا رجعنا شفنا زحف شفنا الشمس ما بدنا نقرب عليهم شفنا القمر بلش تبين الكره الارضيه
نحن 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 أوروبا وأفريقيا وآسيا بين لبنان من الوسط البحر المتوسط زلنا أكثر شفنا فلسطين لبنان سوريا الأردن زلنا أكثر أكثر شفنا بيروت زلنا بيروت بدنا نقطة معينة ورجعنا مطرح ما كنا على مركز حقوق الإنسان بعد ما مغمضين فجأة بنفتح عيوننا ما ضروري أعرف الواحد صار شيء بس أهم شيء نقول رواية ما فيها أول شيء قبل ما بلش هذا البحث بشكر شكر خاص سيدة سراء الجزري اللي ساعدتني على التفكير الجنسي الديناميكي لتركيبة الأجسام كيف التفكير والعادات والتقاليد بلشت كيف جريمة الشرف وصلت لليوم فأنا حنعطي لمحة كتير صغيرة لأنه هو مشروع كتير كبير بده وقت أكثر بس بالنسبة للفكرة الجنسية حنبلش فيها ونعطي فكرة كتير صغيرة شكر خاص تاني للفنان شادي حداد اللي قدر يعطينا فيلم ممنوع من العرض هو إنسان شريف ونحن هلا أنا إن شاء الله مع أيمن المشروع بنبقى بنحضر للفيلم بس نشوف عنه تريلر سريع بنبلش بالفكرة الجنسية لنفوت دايركت للمشروع ساعات الجيل غريب مثل الليل طعميته وشربته مين هاللبناني اللي عم يدور حور حوالين بنت اختي انت عارف انه عنا هناك يعتبروك بطل؟ شو جاي وبطلنا يساوي عنا؟ ليلى انا مجبور تموت 20 سنة ويشرف بعدين بمسينا بالخير بستفسر هذا الإنسان ابنه البطل الميت آمن من الموت وراح أحاسب ليلى أنا صرت عارف إنه أغلبية جرائم الشرف في وراها خبايا عائلية أنا مت وريك مات صارت مسؤوليتي أنا أدافع عن شرف العائلة ابن إبراهيم مات من 20 سنة وأنت مش عارف مين أنت روح من هون أنا فريد ابن بنتك من لحمك ودمك أنا بعترف بجريمتي أنا جاهز لأي حل بلاش كلام هبل يا ابراهيم قتلت ابنه واتخذ سمعتنا وصم شرف برياض حيطاً يا حي المبادرة اللي قمت بيها فاشلة أحسن إشي ضب أغراضك وامشي على لبنان والوالد كان زلمة طيب إنسان شريف تفتخر فيه كل العائلة هيدا حكي أول شيء خلاص بفكرة عن تفكير الكون الجنسي للكروموزوم كيف حولت هاي بالعادات والتقاليد للعشايم هلا نحن بنعرف نبدأ بعائلة بعدين نطلع على مدرسة بعدين حي بعدين دين العائلة هن الأم والبي مدرسة زي ما بنعرف في مدرسة تقليدية ومدرسة حديثة ما حنحكي عنه مش موضوعنا والحي هو الضيعة لأنه بلبنان ما عندنا أحياء تعتبر حتى بيروت تعتبر ضيعة سكر ضيعة كبيرة ضيعة هي عندها عاداتها وتقاليدها عندها اعرافها عندها مبادئها الخاصة وممنوع حدا يتعديها يعني هيدا ايكوال للدين نرجع هون الدين الدين هو الصلاة الصوم المحبة التسامح الأديان السماوية النص التالي بس في فكرة الكروموزوم اكس اكس الاكس واي هون هون للمرأة نرجع صار عندنا هون بين الاثنين اتصال جنسي ما بتاخد اكس 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 من هون اكس من هون جابوا بنات بكشر البي طبعا اكس واي هو الشاب بروح جيب هذا البي طيب ينزل بصير تحطهم طيب البنت
تعتقدهم هون الأشخاص ما فينا نحكي عنهم أي شيء، لأنه لو نحن منهم بدنا نتمثل بعددهم وتقاليدهم. بس نحن اليوم بدنا نحاول نبحث ونشوف نحل هذا الموضوع، يعني بنسب كثير خفيفة ما فيها غرض، لأنه بكل الأحوال في غرض. من يعني أنا تعرضت لهذا البحث كمان لبعض الأشياء. هلا هون بدنا ننتقل لتاني. بنظرهم زي ما حكينا قبل العقد إنه الفيكس 9 أشهر بس قاعدة بفستان كبير اللي هو الرحم. قاعدة بالرحم يا زي كأنه مصنع عم بصنع هيدي القاري، بعد 8 أشهر ليخلص خلص ما عادش بصير لنا علاقة بالمصنع. هيدا المصنع جايب البنات، بنظر الباي إنه هيدا الإكس الثاني هو إيكوال 90% عطايا لإلها. إنه هيدا الإكس مني تناخذ نص الثاني، نص الثاني تفكيرهم مش بالجسم ومش بالجمال ومش بالقلب، بالعضو التناسلي. عنده هيدا العضو التناسلي اللي هو إكس لنقول الأخ، هون عندنا عضو تناسلي، عنده يعني بالعضو التناسلي ممنوع أي شيء ينمس فيه، لأنه هيدا الشرف، هيدا الشرف، مش إنه البنت شرف وتعليمها وأخلاقها، هيدا بيجلب له العار، بدله خايفان، عشان هيك بده يزوجها دغري ومن نفس العشيرة، لأنه كانوا زمان يخافوا ينتقل من عشيرة لعشيرة يغتصبوها، فعشان هيك هيدا الأعراف من وين إجت؟ من فرنسا وبريطانيا. وإيطاليا العصر الحجري والحديدي بيناتهم صارت من بعدها قبل الميلاد وبعد الميلاد صارت هي بروما. هيدي الأعراف كانوا لما يروحوا يعملوا غزو اللي حاضرين فيلم 300 بيعرف يلبسوا، كانوا يلبسوا البنت حديد. هالأعراف ما كانت عند العرب، كان بعض العرب عم تنشر عندهم الرسالات الإسلامية والدينية والمسيحية في فلسطين، ما كان عندهم هالعادات لأنه كانوا عم يقضوا على كل شيء اسمه جهل. بس بأوروبا القديمة كان عندهم التعريف الأساسي إنه البنت بس بعضوة دليل لا أكثر ولا أقل. ممنوع تتدخل بالدور، ممنوع تتدخل بأمور السياسة القديمة، ممنوع تتدخل بأمور الكنيسة، غير إذا بدك تترهبر تترهبر بمحدودية معينة. حتى إذا صارت راهبة لمصلحة تشوف إذا بنت فقدت عذريتها. إذا بدك تترهبر بس لغاية معينة، يعني ما إلها حقوق المرأة غير إنها تحافظ على حالها. أما انتقلنا هون من أوروبا وقلنا العالم الشرقي، بس أوروبا جايبة بوقت الاستعمار القوانين مثل عندنا القانون اللبناني 562 اللي حنحكي عنه هلا كثير مطول، يلي هو من أبشع القوانين يلي ما بتساوي الرجال بالمرأة، واللي بيعطي شجاعة وقوية لأي شاب إن كان بعشيري ولا كان بيتبع لأي حدا، بيعطيه الشجاعة ينفذ جريمة الشرف، مع إنه دينيا مش مقبولة أبدا أبدا أبدا، ولا حدا بحلها. هلا أخذنا فكرة عن المرحلة الجنسية وكيف انتقلت عندهم بالأعراف والمجتمع الشرقي. أهم شيء يركز إنه اللي نقله مش هو المجتمع الشرقي، نقله إياه بالقوانين الاستعمار. هلا متوقع في جرائم شرف عندنا بلبنان؟ شاركوني قد بتتوقعوا؟ كثير. انت قد بتتوقع؟ تقريبا 60 عام. بالنسبة لا شكرا، اعطونا ارقام مثلا بالسنة 12 حالة، بالسنة 60 حالة، بالسنة 50 50 لا بقول أكثر. بتبين بالسنة لأنه في غنايا في فقراء في محل تركي لأنه في غنى، ما في غنايا وفي فقراء في طبقة متوسطة، طبقة الفقيرة بتكدح عليها الجهل بخافوا يحكوا، طبقة الغنية بتكدح عليها التكبر بخافوا يحكوا، أما الطبقة المتوسطة اللي هي أوبن مايند زي نحن إنه في أمل نحكي وفي أمل نشكي وفي أمل نقطع على الموضوع وفي أمل ما نقدر نتكلم. فهمنا الفكرة. لبنان يوجد كل سنة 365 جريمة شرف، كل يوم في جريمة المعلن عنها واللي ثلاثة أرباع مش معلن عنها. بالعام 1999 للعام 2007 66 جريمة، هذا المعلن عنه.
بس لبنان 7 الأردن، مع انه كان الاردن بالاول مع 10 شهور. هيدا الغريب بالموضوع. وهي التحقيقات جيوا على مجله الجيش، يعني العلم القضائي الخارجي والداخليه وزاره الداخليه بلبنان لوزاره الداخليه لها علاقه بالجيش، لانه هن اللي وقتها بيعملوا حصار على البيت بالضيعة بقول بالبقاع وعكار لاكثر من 6 اشهر. هلا نحن ليه متوقع يقتلوها؟ انت اعطيني ليه متوقع يقتلوها؟ يتخلصوا منها؟ ليه؟ شو السبب؟ لا شو السبب؟ شو عامل؟ فضيحه جنسيه. غير. ما هلا انت قلت خليت عن غشاء البكر. غير. لا لا شوف نحن لانه هلا نحن بلبنان نعتبر اكثر بلد ثقافي بالدول العربيه، هو اوروبا الغرب، اوروبا الشرق سوري، هو اكثر بلد فيه ثقافي وتعليم غربي مش طبيعي بالدول العربيه وانفتاحي، هذا الشيء ما بنشوفه. بس لبنان احتل المرتبه الاولى بالعام 1999 2007 اللي هو 66 جريمه شرف. لبنان كل يوم فيه جريمه شرف. ليه؟ لاسباب 99.9% منها تافهه، اللي هن البنت رايحة على السينما مع شاب أهلها وبيعرفوا بس ترجع بيها على فورت وبكون سكران وبتعمل شيء حابب يقتلها. اللي هن خي بينعجب بأخته على سكرته بيغتصبها، ثاني يوم بيعرف إنها حبلت منه بروح بده يقتلها. ثالث شغلة البي الأم مرته ما معجبته بيغتصب بنته بروح بيقتلها. رابع شيء البنت حكت مع ابن الجيران تحت البيت شاكك فيها راح يقتلها. البنت قاعدة قاعدة غلط مع التاكسي لما بده يوصلها على البيت قام قتلها. أنا جيت مؤخرا بس يا ريت الشرق بس عم تحكي على البنات، الشباب ما كمان بيتعرضوا لجرائم شرق؟ كله حنحكي عنه. طيب هلا أول شيء خلينا نشوف الحكاية عنه، 66 جريمة قتل النساء حصلت بلبنان، وزعت من أعلى منطقة جبل لبنان 35%، هذا شيء طبيعي. والبقاع 26%، بيروت 15%، شمال 14%، والجنوب 9%. الجنوب عم تحكي عن سكة وصول، نبطية محافظة غير، مش من الجنوب تقريبا، لأنه جاي بين رشية وبين رشية. لحظة. هلا الأغرب من فضايح لأنه مفترض الشمال كبلاد مثل عكار وهيدا يكون فيهم أكثر نسبة مرتفعة، والجبل اللبناني هو جبل لبنان المعلن عنه والاسمع عنه، بس جبل لبنان طاقة الدرزية بتكتحفه. فهن بيعتبروا انه الدروز اكثر معلن، بس الاسلام معلن من جرائمه اكثر من الدروز، بس ما بيعلنوا. هلا مرتكبين جرائم الشرف بتوزعوا بين مسلمين ومسيحيين ودروز. هلا الاسباب اللي قلنا عنه عوده الفتاه ساعه متاخره، زواج الفتاه من شخص من غير طالبه، فرض بكاره قبل الزواج، ارتكابها الزنا، طبعا بالارث بصيرنا نحكي عنه، البي ما بده الخي ما بده اخته تورث، بكون واحد يجيب ام يقتلها، بقول انه شو بعد العزيمه بكون هو مكتسبها قبل الفتره. تحصيل شرف العائله هذا نحكي عنه بالوصول والزوج والاب والاب. وسبب غير مبين يلي هن انه راحت على السينما مع غير شاب او عم تسمع على الراديو مطرب اللي باي جاهل ما بيعرف انه مطرب بفكر صوت حبيبها بيقتلها. شوف لو كثير احسن كمان. هلا ايضا لبنان بالمرتبه الاولى نشكر الله، يعني هذا كثير قوي لبنان. واصغر اخر تقرير لتنمية صادر عن الامم المتحده انه لبنان حل بالدرجه الاولى المركز العام 2002 وسبع الاردن. الحمد لله سبع مش متوج. وجريمة الشرف بلبنان زي ما قلنا، زواج فتاة من طائفة أخرى ومحادثتها مع غير وذهب إلى السينما. هلا الضحايا اللي قتلوا بيقدوا من قبل قرايب أو أحباء. مين الأحباء؟ اللي مثلا ابن الخال، ابن العاق، أو ابن الجيران اللي بيكون مثلا بحبها. فالعقوبة مهما كانت قاسية يعملوا هن، كيف مثلا الواحد بده يتزوج بيعملوا له عرس، روح بيعملوا له عرس، بياخذوا كل النسوان، بياخذوا كيف القربان، اذا شايفين بالكنيسه القربان، كمان بصير هنيك الذبح، هنيك جريمه الشرف بتصير، انه هون عم يغسل عار، هلا بنحكي شو البنك من هالشيء. ولبنان يعتبر من اكثر البلدان متطور للاسف بيحتل اعلى مرتبه. هي للتاكيد على الحكي يعتبر احد المحامين ان هذه الجرائم تختفي في الغالب دوافع اخرى للرجال الذين يرغبون في التخلص من زوجاتهم الحاليه بهدف الزواج من امراه اخرى.
أو الأعباء الذين يريدون إخفاء اعتصامهم. نحكي عن شرف بعدين نختار في الفيديو عشان ننتقل من موضوع لموضوع. نحكي الشرف شرف شو تفصيل تحصيل يعني. هلا أوكي. هلا جريمة بتختلف. إما بتكون على عمد يعني قصد بعدين القانون الفلباني لهل لهل تسع سنين اعتبر انه منهم جريمة شرف. عمد طلع نسبة 30 شخص وقصد 28. هلا هون فرق بس بهاي الفكرة ما نفوت فيها كثير. العمد هو يكون بشك بزوجته من قبل وعلى اصل يكون سابق انذار يعني شريفة باخرة مع حدا قبل. هيك بتتم الجريمة. هلا قبل ما نفوت بالبحث نفصله انه شو الشرف وليه بيعملوا نحضر هذا الفيديو ونتعلم على فلسطين شوي. ضحكوا علي لما قالوا لي اختك فضحت العيلة وحطت شرفنا بالارض. على طول بدون تفكير قتلتها. انصدمت لما سمعت التقرير الطبي. اختي شريفة عفيفة فعلا بستاهل كل اللي راح يجرى لي. مع تحيات تجمع المؤسسات النسوية التنموية. الشرف عندنا بالدول العربية هو القوة والمروءة تكمية لحتى يكون والشجاعة والنبل والأخلاق الحسنة اللي بتقاضى فيها الشاب. كيف الشاب العربي أيام الجاهلية بعدهم لليوم العالم تمشي بدمهم هذا الشيء. أوكي. وبترتبط هذا المفهوم بالكرامة. بس عند ناس الكرامة على الأكس واي بده يقيم الدين وما يقعدها لأنه النص الأكس الثاني الأذى. بس إذا نزل أكس أكس هلا بنحكي عنه إذا بيزي أو مخيز هو اشتغل إنسر هونج ومتنجل. أوكي. هلا المرأة بالمجتمعات العربية عندها الشرف. هلا الرجال شو عنده الشرف زي ما ركزنا؟ الشجاعة والمروءة والقوة والنبل والأخلاق. أما المرأة لا، محافظة على شرفها. على أقل غشاء البكارة. غشاء البكارة لا ما حكيت منه شو خلص. محافظة على شيء البقارة، عدم خروج في أوقات متأخرة، محافظة على شرفها، ممنوع تتزوج من غير طائفة، بعض الأحيان ممنوع تقعد مع حدا من غير طائفة، لأنه السياسة اثنين والسياسة اثنين متكئين وأنا بتبع هيدا وهو بيتبع هيدا. ولا هم بتعرف شيء. أما جرائم الشرف، يرتكبها الشخص ليغسل عاره، ليبين قوته، وكل دم بارد يعمله، ما عنده أي مشكلة. ياخذ بالخنجر، بالخنجر افضل من المسدس عشان تتعذب اكثر، انه هني تفصيليا انه عم يغسل العار مش غليل مسك الدم مش غليل اكثر يعني مطالب سعر. وبيرتكبها الشخص بس بنوعين من بس حالتين يلي هني اذا لقى الشاب هذا الشخص يلي هو امه خاله
وعمته واخته ومرته وبنت خاله وبنت عمته وبنت خي. بس هو الاكثر شيء رح ندقق عليه. اذا كمشى بجماع غير مشروع او بزنا، في شغله ثالثه اللي هي بحاله مريبه انتهت من القانون اللبناني، لانه هي ذاتها سر الحاله المريبه. هن يعني هلا الزنا هو يعني لما يصيروا عم بخون مرته، عم يعمل علاقه جنسيه. اما الجماع غير مشروع اللي هو بيكون خارج اطار العائله، نحن بدنا نركز بضياع الاولاد. ليه هلا هن بيطلعوا جريمه الشرف للهون؟ هلا بالجمعيات المدنيه اللي عم تشتغل اليوم انه يكون هذا القانون متساوي بين الاثنين. اذا الشاب كان نايم مع وحده غيرها او اذا المراه كانت نايمه مع واحد غير، نفس القانون يطلع عليها، لانه العائله بتضيع بكون في خيانه زوجيه. هلا اما عندنا هون جرائم الشرف بيعتبروا انه اذا الرجال عمل هذا الشيء ما لنا مشكله، هو رجال على سلطاته زي المثل. اما البنت لا، رجالها لها ما فيها تطلع على حدا تاني، بس هو اذا كمشى بجماعه غير مشروع او بزنا. في سؤال؟ ايه طبعا. ما جماعة غير مشروع هو زنا، يعني الزنا مش خارج اطار الزوجة، او يعني اذا انت شاب عم تتمنى جواز فيك تسلم على وحدة يعني، فأروكيك هي ذاتها. هي ذاتها. بس بالقانون اللبناني بفرقوهم بين اثنين. بالقانون اللبناني بفرقوهم، بس هي ذاتها. ايه هي ذاتها. بس لا، تصديقا لاكثر هو الديتيلز بيعطوه، لانه انا كمان نفس الشيء، انا رح ارجع نشوف. ايه. الزنا بكون في رؤية للشهود. لا مش بالدين، بالقانون. بده يكون من اي واحد جانب او منيب عنه بالقضاء اللبناني. اربع مش ثلاث. لا هلا في قوانين غربيه والقانون الاردني واحد بكفي، لانه هو خلص حالف يمين اردني. بس بالدين اربع شهود. اربع شهود صدقني. والجماع غير مشروع هو اللي خارج اطار العائله. يعني تصديقا هون الجماع هو الزواج السري. زواج سري. ايه بطل انه مش زواج، انت عم تقول زواج مش اسمه. لا عم غير مشروع. غير مشروع. ايه بس هو زواج سري يعني مشروع. مشروع. لا غير مشروع. كيف لا؟ عارف زواج سري يعني مش مشروع. ايه ما في شهود اثنين، ما في شهود. يعني مشروع. ورق مشروع يعني ما يعني سري. في ثاني يتجوز عند الشيخ ويكون في شهود. ايه هلا غير غير. ايه غير. في اثنين. هو الزواج بس بيقول عرفي الزواج العرفي هو اللي بس تتجوز هي بينه وبين زوجته مثل المتعه كمان. اما السر اللي هو بس بيكون في شاهدين، لا الاهل عارفين ولا الاهل. اوكي انا بصادر جرائم الشرف بقوانين العشائر مبادئهم وكل المحطات اللي بيمروا فيها، مثل القربان البشري، القربان بالكنيسة كلنا شايفينه، بحضروا كل شيء زي ما عمل انا جو شموع، بحطوها على الارض، بيجي تبع حالي، لازم تكون موجودة اما وخالتها وعمتها، كيف كأنه عرس بارتي بيعملوا، ياخذوا هون شو، ثاني يوم مش بيجي زعلانين، هون صدق على حدي. يتقدم اهالي مدينة عنبتة بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان من اهل اعمال الكرام على استقبالهم انشاءها واعطائهم عطوة شرف. اعتراف على قضية القتل التي قام بها ابننا بقتل زوجته، حيث اننا نستنكر هذه الجريمة النقراء بكل دوافعها غير المبررة. نتقدم من اهل عمار الكرام بعميق المواساة وحزن العزاء دارعين على المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة وجنينها بواسع رحمته ورضوانه والأهل وزويها الصبر والسلوى. أما هون سطع عطوة عشائرية لاعتراف وشرف. بتاريخ الجمعة يوم الجمعة إلى آخره توجهت الجهة الموقعون أثناء إلى ديوان عماري للضياف في منزل السيد سهيل مدير إلى آخره الفرسان، حيث قام بقتل الشابة زوجته مدينة سامي في عمار وهي حامل في شهرها الثاني. بعد التداول بالحادث تقرمت المغدورة بإعطاء عطوة عشائرية باعتراف لحين صدور قرار الحكم ولا يشمل القاتل ولا يسمح له بالكفالة. هلا هون في حدا من العائلة معارض، بس إجمالا هن عم يعطوا عطوة شرف إنه أنت أخذت بشرفنا لقاتلنا. حاولوا أهل المغدورة لا إجابة، إذا اقتنعوهم بالقيم العشائرية إنه هن غسلوا العار لازم يكونوا مبسوطين. هلا بتبين نرجع معه إنه هن لا مبسوطين وما في أي شيء، في منهم لا بكونوا حزنانين.
هلا المادة 562 مين سامع عنه؟ بس الغريب اللي بتلاقيه هون انه بلشين بسم الله الرحمن الرحيم. تاني وحدة يعني كأنه عم بيصلوا الجمعة الشريفة. ايه؟ الله الله يبارك لهم. مادة 562 هي تعدلت العام 1999 رجع. انا ما فهمت هذه الاقوى بعرف شو ما فهمت شيء فيها اللي هي هاي الورقه اقوى ما فهمتها شو فسر لنا شو صار يعني هلا هن عطوه شرف انه اللي يطلع على شيء هو فهن بده يعطوهم العطوه انه هن غسلوا الدم كيف مثلا لما كانوا العادات التركيه القديمه على ما اعتقد بس بدي اتذكر لي كيف كانوا زمان لما تتزوج الوحده حماده تنطر على الباب لتاخذ انه هل هي بنت او مره فنفس الشيء انه يعطوا العطوه يتاكدوا انه هي عن جد ماتت وقتها علام اعلام انه هو الدم علامي على 562 بالقانون اللبناني اللي هي بتفتر بها الجمعيات كل الجمعيات المدنيه اللي عم تطلب الغائها لانه ما فيها تساوي بين الرجل والمراه بتشجع على جريمه الشرف بتشجع انه بشكل كثير متساهل انه شو بيعطوه عفو عام اذا كان نشأ له تفاجا فطبيعي اذا واحد شاف مرته بده يكون يتفاجا سابق هلا بدنا نفرق ما هو هلا بقول لك اذا رقبها فلان بس هو رقبها فجاه ايه قتل بس هلا مثلا القانون اللبناني بيقول لك اذا قتلها فجاه مثلا استفز انا شايفها بموقع حرج بالفرشه قرات اكثر انا شايفها بموقع مثلا نقول انه لابسه نص لبس مش انه او قتلها هون بيطلع له عفو عام او بيطلع له عفو مخفف مش عفو عام دائما بتكون جريمه مخففه مش عفو عام بيتركوه لا كان في عفو عام عذر مخفف عذر مخفف هو يعني الطريقه للماده قبل العفو عام 1999 كان في عفو عام عم بيحكي بالتاريخ عم بيحكي عن الاثنين عم بيحكي عن الاثنين اوكي كان بالعام 1999 او 97 كانت هذه الماده 562 للقانون اللبناني بتنص انه يكون في عفو عام مين يعني مستفز مش انه واحد شك بمرته ودلو يراقبها واخر شيء كمشى قتلها هون بصير في عقوبه بس اذا تعدلت هيدي الماده وبطل في عفو عام صار في عذر مخفف بطل ما كان في عذر محال اذا ما بتعرفوا عفو عام في عذر محال اللي هو نهائيا بيروح اما العذر المخفف هو من ست اشهر لسنتين بقانون جرائم الشرف وبيرجع بحول من المؤبد ل 25 سنه اذا كملت كذا جريمه شرف بعد ما عملنا إشاء حافظ القانون وجاي لا مش عملنا إشاء بس أنا بعد ما فتت فيهم هون بحن نحن بدي فوت فيهم دار نحن في عندنا أربعة جزء بيعمل جريمة الشرف للتشريع أكثر يعني هون ضلوا حق في عندنا الأصول والفروق أحد أصول فروع أو فروع هن الأولاد الأصول هن الأجداد والآباء أو الآب عجيب الورق عجيب الورق أوكي الزوج والفرح والأصل والأخ هو الخير شو بتعرفكم؟ الأخ هو الخير بالنسبة لهيدي المادة ما فيها شيء ما كان عذر مخفف احنا حكينا بال 1999 تعدلت رجعت غير المادة زينة مرة قبل لا في عذر محال أو عفو عام بس هلا اليوم الماده صارت من ست اشهر لسنتين، بس برضه انه بتشجع على جريمة الشرف مش عارف احسن من جريمة الشرف غير الشرف بتشجع انه في هون يعني دخل جريمة الحرس سنتين طلع اكيد احسن لما كنت خلص ما هديك وحرام مسامحة مرئية يا امي مسامحة ما في اهدام بس انا عم ناقش القانون عم نبين بس مفاهيم هو المحامي اللي ساله شوي قديم انا بديت لا نحن حكينا عن تاريخ علاقه بص ايدك برا ايديها خلينا بالمهم الزوج هو الزوج اما الفرع هو الابن والاولاد الاصول هن الاجداد يعني الجار الشد واذا عاش هذاك مش بياخذ ستار الى اخره وال تفضل اذا كمان حتى انت في القانون؟ ايه
ما هو بالقانون الاستعماري، القانون لما اجى على لبنان بالاستعمار هن قالوا الزوج، الزوج تعني الذكر مزبوط، بس للحديد اليوم ما اكتشف ولا جريمه انه وحده قالت الزوجه، بس اكيد في بس من الخارج. بس تسلسل ما هيك انه شيء تكتشف فيها انه عم تخونها، بس هذا بيطلع جوازها بالسنه. بس هو خايف انه هيدا عار، لو بعد الانشاء الاولي شو فاهمين منه اذا كان مشفي خايف عم بيكون لو هن الناشئين هيك كان مصيبه اكبر يعني اذا بين اللي بدها تقتل الزوجه. بس هو على فكره شو بتعمل شيء خايف عم يزني الرجال قبل المرض الثاني والثانيه بس ايه بس انت اول شو انا ضروري فخلص بنشعر شو بتعمل شيء خايف عم يزني لا حتى عقوبه الزنا عقوبة الزاني المتزوج الرجل حتى الوضع أصعب من الزاني، حتى الزاني في له عقوبة بس بالرجل بالأخص لأنه رب العالمين خلق هلا إذا بدنا نطلع شوي على الموضوع أربع شهور ما تفضل من الناحية القانونية أربع شغلتين اكتشفوا بالقانون الياباني عملوا فوايير الجامعة أربع غرف اكتشفوا ان الدين الاسلامي موجود اربع شهور، بعمرهم هون الاربعه ما تخانقوا يعني بس يتخانقوا واحد يسرقهم، تخانقوا ثلاثه الرابع يسرقهم، تخانقوا اثنين واحد يعدل، واحد لئيم وواحد منيح، فاكتشفوا انه لما يكون في اربعه مستحيل اي واحد منهم يتفق اراءه انه مزبوط، يمكن ثلاثه بس في واحد حيقول الحقيقه، حتى بجريمه وقت الاعدام بالدين الاسلامي او وقت الزنا بده يكون في شهود اربعه بس بالنهايه ما حيتفقوا، كيف مثلا بقول لك الطلاق، لكن هو كره لل ربنا بيكره الطلاق ابغض الحلال نعم ابغض الحلال هو الطلاق و لا اله الا الله مش هطلع بقى على الموضوع استقيم وتابع حلوه الصوره معبره معبره طيب حكينا عن المادة 500 حكينا لبنان بأي مرتبة بيهتم بجرائم الشرف وحكينا مين بيستفيد من العذر هلا حنشوف فيديو ومن بعده بنشوف شو هو الجماعة الغير المشروع والزنا ومين اللي بيكسب منه بموجة العذر المخفف
وسيلة جديدة لمحاربة قتل النساء أنتجتها مجموعة من فناني الراب الفلسطينيين، عمل فني غنائي يصور قصة فتاة قتلها أهلها بذريعة الشرف. قبل ما تفضل ما كانت عايشة، نسرد قصتها بالعكس الجريمة للولادة. جثتها قصد من الحفرة لحافة الأرض، طلعت من جبينها وملعت بالفرد. صدى صوتها صراحة. الفن والقناعة والموهبة إلها دور بالتغيير الاجتماعي. الأغنية هذه بتحكي عن قتل إناث. لو يرجع الزمن هذه البنت اللي انقتلت بتغني بتقول لو يرجع فيه الزمن، لو عارف انه مجتمعي واهلي هيك بدهم يقتلوني، كان ضحكت اكثر، ابتسمت اكثر، غنيت اكثر، رسمت اكثر، عملت حياتي اكثر. تشهد الاراضي الفلسطينيه تصاعدا مستمرا في العنف الممارس ضد النساء، والذي وصل حد القتل في اكثر من 11 حاله هذا العام، ويجري ذلك في ظل غياب قوانين وتشريعات واضحه تحمي المراه وتنصفها، وبقاء بنود في القانون تخفف من عقوبه الجاني ان كانت ذريعه القتل هي الشرف. من تجاربنا كنساء وكنسويات شفنا انه بعض بعض الحالات كانت انه هاي الست ورثة، في عندها ميراث، هذه الست في عندها املاك، بيجي اخوها بيجي ابوها بيجي زوجها، هو بده يحصل على هاي الاملاك لانه ما بيقدر، فبقتلها امام المجتمع، ما بيقدر يفسر ليش هو قتلها، فبقول انه على خلفية الشرف. إثر ازدياد حالات قتل النساء أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا لتعديل قانون الجنايات الخاص بقتل النساء على خلفية الشرف، لكن هذا المرسوم لم يجري تفعيله حتى الآن، وتشعر المرأة بأن القانون لا يساوي بين قيمة حياتها وحياة الرجل، فهي دائمة التعرض لعنف الرجال نتيجة للكبت الاجتماعي والاقتصادي، إضافة لتعرضها لعنف الاحتلال ذي التأثير الأكبر على الحالة النفسية للمرأة الفلسطينية. مع غياب قانون عقوبات رادع بحق مرتكبي جرائم قتل النساء، تشعر المرأة بالظلم والاضطهاد، فقيمة حياتها قد لا تساوي 6 أشهر من السجن للقاتل إن برع في إيجاد ذريعة مناسبة لجريمته. عبد الحفيظ جوان، العربية، الأراضي الفلسطينية. شاب يقتل شقيقته لأنها حامل منه. فقد اعترف جهاد العيسى البالغ من العمر 21 عاما من منطقة قب اليس أنه أقدم على طعن شقيقته بغداد في جنبيها قبل أن يجرها بضعة أمتار ليخبئها في خندق، ثم ضربها بحجارة على رأسها، وذلك في أثناء قيام أهلها بجمع النباتات البرية من منطقة الوزاني. أما سبب الجريمة فيقول الأخ القاتل أنه اكتشف أنها حامل بشهرها السابع، معترفا أنه والد الطفل. وقد روى جهاد أنه كان اعتدى على شقيقته وهو في حال سكر وعلم بالحمل منذ شهر، فطلب منها الإجهاض لكنها رفضت. أصحابنا ما تحشرون تركوها في دولة هي نعرف شو جريمة كبيرة يا عمي. وقد أكد تقرير الطبيب أن الفتاة البالغة من العمر 18 عاما قتلت نتيجة طعنات وضرب مبرح على الرأس، وهي كانت فقدت لساعات قبل العثور على جثتها. على خادنا شوفها.